تابعين لايف انتوني ينعاد عليك ميري كريسماس وعبال كل سنه وينعاد عليكم شباب وصبايا سيسوبيل رح نحكي معكم اكثر بعد شوي عن منتوجات سيسوبيل نخبركم كيف فيكم تشتروا هالمنتوجات الطيبه وتساعدوا كمان سيسوبيل بهالحلقه الخاصه انتوني بدي اقول انه كان لك زياره لهالمطرح المميز رح نشوفها اليوم بس قبل بدي اذكر كل الناس اول شيء اشكرهم كل يلي عم يتصلوا فينا وعم بيساعدوا سيسوبيل على رقم الام تي في نحن ناطرين بعد اتصالاتكم الحاجات كتير كبيره ومساهمتكم اساسيه لو بشيء بسيط كله رح يساعد هالمؤسسه انها تكفي بدي اشكر اداره لو شاركوتيعون على مساهمتها بدي اشكر الافراد والمؤسسات والعائلات يلي عم بتامن المساعدات لسيسوبيل انتوني لوين اخذنا بالتحديد بدي بلش اقول انه واحد قد ما نخبره انه عايزين قد ما نخبره انه بنقدر نعمل مساعده الشوفه مش مثل ما حكي اللي بيطلع لفوق بيشوف شو هالعائله اللي عايشه فوق الطريقه اللي عم يشتغلوا فيها وقديش مش قاعدين ناطرين انه حدا يساعد لا عندهم اكل كتير طيب ولو منه كتير طيب منه موجود اليوم على الطاوله رح ندوقهم بعد شوي الشغل عم ينشغل الحضانه الموجوده هالعائله اللي عم تشتغل فوق مزبوط عايزه طلعت هالمرة مشوار منو عضايعة هالمرة مشوار عند سيسوبيل طلعنا قضينا نهار سوا طبخنا سوا تسلينا سوا بكينا سوا رح نشوفه سوا وبعدين نرجع منوصل نشوف شو على الطاولة ممتاز خلينا نشوف الروبورتاج وراجعين واتصلوا مسيرتك مع سيسوبيل مسيرتي مع سيسوبيل كتير طويلة بدك حياة يعني فزت على سيسوبيل كان عمري سنتين اليوم أنا عمري 27 سنة يا يسوع ما في شيء ما كانت بدنا نسوه الستات بيعملوه بإيده كل واحد احنا مزين بالإيد بنصفف بالإيد كل شيء بالإيد وبعدين حتى التعليب بنعلبه هاند ميد يعني شفت كيف بعلبه أنا وتفضل ونجمة العيد وكله هذا بيرمز للعيد يعني كان سبان كان نجمة كان بابا نويل كان كل شيء مش بس هاند ميد وطيب كمان صحتين وهلا صار هو اللي اسمه نفركنز بسكوي كتير سبيسيال عنا بالسيسوبيل كتير مميز لكن احنا نبلش بالشوكولا نبلش بالشوكولا لانه بترجع بتزيد عليه الكروكون بترجع بتزيد الكروكون بهالشكل انت محضره قبل وعامله رز وكراميل مع رز وكراميل على النار مع الكروكون متلازم مش ينبسط يصير هون الحمد لله احنا هلا عاملين تبريد بس بشاور دور شوي هيدي الدجاج بحب اشرتها بدي الشوكولا قاسي احنا الشوكولا كلها شوكولا بلجيكي كله شغل على حرارات معينه لمعيته حلوه اللمعيه تبعيته انا اسمي جلوريا بلشت هون لي 14 سنة أنا أم ولد كمان هون بس بلش ابني جيت لهون أكيد يعني بتحس بتعبي وقتك بتساهم إنك بتشتغل تدعم تتسلى مهم كمان نفرجيهم صور كثير مهم لانه بيفهموا الصور اوقات نحكيهم جمل ما بيفهموها
بالصورة بيستوعبوها أكثر. كمان الرسم والمعرض بخليهم ينخرطوا أكثر بالمجتمع، هيك الناس بيتعرف عليهم بيشوفوهم. أعمارهم بين 36 سنة. الولد عنده توحد، عنده مشكل بالتواصل وبالتعبير، يعني هو بعبر بس عنده طريقة خاصة، مشان هيك بنستعمل كثير وسائل معهم، مثلا مثل البنتور، مثل الأشغال اليدوية، وكثير بنستعمل كمان صور حتى يقدروا يعبروا عن الشيء اللي بدخله اللي بيزعجهم. ممتاز بعد. اسمي لارا جبور، انا مسؤولة عن وحدة الإعاقة الفكرية بسيسوبيل. نحن بالوحدة بنستقبل 59 ولد من عمر 4 سنين لعمر 20، مقسمين لمجموعات حسب عمرهم وطاقتهم الفكرية. مع الشبيبة اللي عندها طاقات فكرية متوسطة، عنا البروغرام سوسيال يلي هو بيخولهم انه يتعلموا الكتير فونكسيونال، يلي هو يتعلموا كل الإشارات وكل اللوجويات اللي ممكن يشوفوها بحياتهم اليومية، حتى المات فونكسيونال يلي هي بتعلمهم كيف يستعملوا، كيف يقروا الساعة، كيف يستعملوا المصاري، يعرفوا يشتروا أغراضهم من الدكان، يعرفوا يتعاملوا بالمصاري، وكمان يستعملوا كل شيء موجود بين ايديهم فيه ارقام، يعني الميكروويف يعرفوا يستعملوا، الاسانسير يعرفوا يستعملوا، الريموت تبع التي في يعرفوا يغيروا تشانلز. هيدا للكبار. نحن بهالفترة العيد كتير بنعمل أرانجمون ديكوري اللي هن فيهم شوكولا، بسكوي، موني، كل هول بنشغلوا بالسيسوبيل بالمشاغل المحمية تبع السيسوبيل. وهن هول هيدا البانيه هو سبيسيمان، هيدا بيوصل لعندكم على البيت للأنجوزر، يعني هيك بيوصل، بس بكون عن جد نشغله كتير لأنه في كذا معمل حوالينا. نحن اللي عملنا السيسوبيل بيشتغلوا شوكولا وبيشتغلوا المونة، يعني برامنا 5 طوابق كلهم موجودين. مظبوطين. نصب السيسوبيل يلي هو من مشاغل المحمية بالمؤسسة، منتوجاتنا يلي هي بيضات منزلية وبتجاوب على كل حاجيات المنزل، تنباع بمراكز البيع البوتيكات المختلفة وبالمعارض. نحن هون عنا مدامات بتولوا التصنيع، وعنو منستقبل شبيبة مهنيين بيجوا كل يوم بيساعدوا بالإنتاج وبتوضيع الأغراض قبل ما تنزل. كمان منستقبل شبيبة تطلع بتتمرن تكتشف طاقاتها وقدراتها تنشوف إذا فينا نكمل معها. الشبيبة والولاد في اليوم نتغدى بالمؤسسة. شو رأيك نتغدى سوا؟ مطبخ مميز. أكيد. بدك عم تجيبي رأيك فيني. بسيسوبيل أول شيء وأهم شيء إنه حبوني مثل ما أنا. ما تطلعوا على الهوكر، تطلعوا على إلي، على إلي على شخصي. كانوا بيتطلعوا بعيوني، بقلبهم كانوا يحبوني. حسيت هذا الحب، هذا الحب اللي خلاني إذا بدك اتحرر من اعاقتي واعرف انه انا انسان. ما تركت لي مجال اسالك ولا سؤال، بعدين خبرتني كل شيء. الحمد لله. واو، ميرسي على كل شيء. اخوي. مؤسسة بتهتم بالأطفال.
الأطفال المصابين بإعاقة منذ الولادة لحتى تكون حدهم بتأمنهم حاجاتهم الأساسية، طبابة، تأهيل، الدراسة والتدريب المهني بعدين بس يصيروا كبار. نحن بنهتم بثلاث أنواع من الإعاقة: الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسدية والتوحد. كل سنة تقريباً 800 ولد بيستفيدوا من خدماتنا الداخلية والخارجية، لأن عندنا خدمات بياخدوها بالمركز هون، في خدمات بياخدوها عند التأهيل عند المتخصصين بالعلاج التأهيلي برات السيسوبيل. صرت شخص من المؤسسة صراحة، يعني ما بقى فيي بعد عنهم، لا بقى فيي اتركهم، لا بقى فيي، بالعكس قد ما فيي عم جرب ساعدهم. الله كبير، بيضلوا مثل ما وصلنا لحديت هون، والله عطانا نوصل لهون، ونحن عندنا أمل كبير إنه هالناس رح يكونوا كرمة، رح يكونوا حدنا لنا إن شاء الله. حلوة هالجملة، الله كبير وحمل هالمؤسسة يعني بنضال طويل لوصلت يلي وصلت له. كل ما احضر ريبورتاج برجع عن جد بتأثر. بدي اقول شغلتين، اول شغلة اذا جمعية ما بتعرف تعمل دعاية مش يعني مش عايزة، دونك جمعية كثير عايزة. واحد، اثنين اذا انتبهتوا شفتك عم يشتغلوا فوق كلهم مع بعضهم كل العالم عم تضحك. وثالث شغلة بدي اقولها، كل واحد منا معرض، سو فكروا بالعالم يلي اوريدي عايزه هيدا المساعد. البرودوي اللي عم تشوفهم اليوم، المنتوجات اللي عم تشوفهم اليوم، هن المنتوجات يلي اغلبيتهم معمولين بقضاء جزين، كل المونه معموله من ستات، معمولين من الناس عم تشتغل بسيسوبيل، وكثير طيبين. وانت بتعرف شغله مش طيبه بقولك مش طيبه. والغراض عم نحطهم بالبوكس تبعنا، عم نوزعهم قد ما بنقدر، وبندعي كل الناس ترجع تدوقهم. في لبنه بتاخذ العقل الشوكولا، هذا الشوكولا رح ذوقه بعد شوي، شوكولا نوار مع شويه ملح بالاخر. كل شغله فيها روح وحياه قليل ما تلاقيها بحياة المنتوج، وفيها حب كبير. نحن عم نشوف الشباب اللي رح اتعرف عليهم. و بونجور. يلا رح بلش من عندك، خبرني شو اسمك؟ اسمي انطونيو. انطونيو قد ايه عمرك؟ أنا عمري 25. العمر كله. أنطونيو شو عم تعمل هلا؟ أنا هلا أحضر هاود منه دهنون. عم تعمل ساندويش طيب؟ ساندويش طيب. مش هيك؟ نعم. هيدا شو مع جبنة وبندورة رح تعملها؟ نعم، مع جبنة مع بندورة ومع زعتر مع جبنة. ممتاز. مع زيتون. وهو كلهم من منتوجات سيسوبيل. نعم. يلا بعد شوي رح دوق الساندويش. خلينا نشوف فينا عم بيساعدك. شو اسمك؟ ابراهيم كرم. ابراهيم شو عم تعمل هلا؟ هيدا زيت كمان من من سيسوبيل مش هيك؟ نعم. قد ايه عمرك ابراهيم؟ 19. اهلك عم يحضروك بالبيت اليوم؟ اكيد هلا. ممتاز، شو بدك تقول لهم؟ بدي اقول لهم امو بي غلي احتلوني بكره وثبت الشاي. اوكي، ممتاز ممتاز يا ابراهيم. رح اتركك تكفي الساندويش. طبعا الأولاد بسيسوبيل بيتعلموا الاستقلالية، كيف يقدروا يهتموا بحالهم ويقدروا يتصرفوا لما يكونوا لحالهم، وعلى القليل يأمنوا حاجاتهم الغذائية. وكمان من يعني من المنتوجات الطيبة اللي بتصنعوها واللي بتقدروا من خلالها إنه تغطوا المصاريف والتكاليف. الناس اللي عم بتتابعنا هلا من وين فيها تحصل على هالمنتوجات؟ نحن في عنا عدة نقاط بيع، في بالأشرفية بيروت جبال لحد بوتيك دو موند، في عنا بجزين بدبي بزوق مكايل، وبمركزنا بعين الريحاني. ممتاز، نحن بدنا ندعي الكل يشتروا أنطونيو بشهادة الخبير يعني. مظبوط. بحب ضيف إنه منتوجاتنا ما فيها أي مواد حافظة، كلها طبيعية، ما فيها أي ملونات، متكأنه شغل بيت يعني، هذا اللي بيميزنا. ممتاز. في اشياء بتذكرها كثير منيح، مثل كومبوت الدراء ما جبناها اليوم، بس بتاخذ العقل، بتحس حالك عم تاكل دراء مثل ما هي. اللبنه معزه بالزيت الزيتون، بتفرط هيك بين ايديك وبلا ما تلزق على اللسان. في برودوي جديد اللي هو صلصه البيستو صوص اللي عم يستعملوه هلا هونيك، اللي هو حبق مع زيت زيتون، واللي وعدتك ذوقك اياها. ميرسي. بسكوي على شوكولا، وبالاخر انت عم تبلع بتحس شوية ملح. ممتازة ممتازة، رح كفيها بعد شوي. مرسي أنطوني. شبيب بدي اتعرف على اسميكم، شو اسمك؟ هاني. هاني قد ايه عمرك؟ تو
قد ايه لك بالسيزوبيل؟ ماشي كثير؟ كثير. طيب وبتعرفني عن حالك؟ نعم. شو اسمك؟ اسمي افيديس. افيديس. افيديس قد ايه عمرك؟ انا عمري 200 سنة. العمر كله افيديس. اليوم شايف هالشوكولات طيب قدامنا مش هيك؟ هيدا لمين بدك تضيفه؟ الناس عالم الاوتيل. اوكي. فينا نضيفك وحدة؟ اكيد. لكن هيدا ضمن الاطار الاشياء اللي بتتعلموها بالاطار الفندق انه تضيفوا الناس بطريقه مرتبه ولذيذه من انتاجاتكم. انا بدي اشكركم، اتمنى لكم ميلاد مجيد. بدي اشكرك انطوني على الريبورتاج الحلو، وبدي ادعي الناس تكون معنا اليوم. انا كاميرتي هون، بدي ادعي الناس تكون معنا. حاجات السيزوبيل كثير كبيره، بين 300 ل 400000 دولار بالسنه، بين حاجات طبيه وحاجات غذائيه. نحن بحاجة لدعمكم اليوم. بتشكر كل يلي عم يتصلوا، والمجال مفتوح قدامكم على أرقام الام تي في. وهيدي الساندويش من الشباب، بدي دوق الساندويش. مش الحال. مرسي لكم، أهلا وسهلا فيكم. اللايف بكفي، خليكم معنا.